بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي الطلبة، كنا قد تحدثنا في الجزء السابق، الجزء الثالث من الفصل، اختيار مصادر الشراء، عن أن هناك مجموعة من المعايير لتقييم المورد أو إنجازات المورد. وقلنا هذه المعايير منها الجودة التي قدمها لنا أثناء تعاملنا معاه في السابق السنة الماضية مثلا، كيف كانت، اثنين أسعاره، ثلاثة ما هي أو كيف كان تقييم الخدمات التي قدمها لنا هذا المورد. وبالتالي بدنا نقيم هذه الثلاث نواحي بطريقتين. لهنا وقفنا طريقتين معروفتين، قلنا طريقة الكمية وطريقة نسبة الكلفة. وقد كنت أعطيتكم سؤالا وأنتظر منكم اللي هو إيه الإجابة عبر الموقع التعليمي الإلكتروني لجامعة الإصلاح. الآن الطريقة الكمية هي الطريقة الأولى، وتسمى أعزائي الطلبة بطريقة الدرجات. إيش بسوي فيها؟ فيها بنحدد المعايير، يعني بدي أقول أنا إيش المعايير مثلا اللي أنا بدي أحكم على مورد أفضل من مورد او مش افضل، بناء على ايش؟ مثلا قلنا الجوده، السعر زي ما تعلمنا، مثلا الخدمات المقدمه اللي هو مثلا التاخير في اللي هو التسليم. اذا هذه المعايير اللي ممكن يعني اقيم الموردين على ضوئها. الان بعد ما حددت المعايير بدي اعطي كل معيار وزن حسب اهميته للمنظمه. يعني اذا انا مثلا على سبيل المثال لو انا سالتك كشخص، انت كشخص او كطالب، ما هي اولوياتك مثلا في الحياه؟ واحد بيقول لك اولوياتي مثلا اولا اني مثلا اتوظف، ثاني اشي مثلا بتمنى في حياتي اني مثلا اتزوج، ثالث شيء انا بتمنى او اولوياتي في الدنيا اللي هو اشتري سياره، رابع شيء مثلا أكمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه بعد البكالوريوس. لو سألنا من واحد لواحد فيكم بيختلف، واحد بيقول لك مثلا أنا والله أول إشي عندي لا إن أنا مثلا أتزوج، هذا أهم من إن مثلا إيش إنه أنا أشتغل. واحد بيقول لا لا لا، أنا أهم إشي عندي إن أشتغل وأجيب فلوس، بعدين مثلا إني أنا أكمل دراسات عليا، بعدين أتجوز، بعدين أشتري السيارة. إذا كل واحد بيرتب هذه المعايير طبقا لأهميتها بالنسبة له، وبالتالي نفس الموضوع هنا بدنا نرتب المعايير طبقا لأهميتها بالنسبة للمنظمة اللي قاعدة بتقيم الموردين اللي تعاملت معاهم. ليش بتقيمهم؟ قلنا عشان تقرر هل أنا أستمر في التعامل معه أو أتركه وأبدأ أبحث عن مصدر توريد أفضل منه. تعال نشوف مثال المطلوب منه، نشوف هالمورد سين في ضوء المعلومات اللي حاعطيكم اياها كيف وضعه، كويس ولا مش كويس. على فرض اول معيار موعد التسليم، على فرض انه احد المعايير المهمه موعد التسليم، وتاني المعايير اللي بدنا نقيمه عليها الجوده، وتالت معيار اللي هو السعر، واحنا لوناهم باللون ايه الاحمر. موعد التسليم بقول لك اذا تاخر في تسليم طلبيه واحده مثلا او دفعه من الكمية، من الكميات اللي أنا طالبها تأخر فيها مثلا، كل ما بتأخر في مرة بتدخصم عليه 5%، بتدخصم عليه 5%. طب لو تأخر يا دكتور مرتين، إذا هو نقص عليه 10% من العلامات اللي هحسبها له. لو تأخر 3 مرات يبقى 3 في 5%، يبقى 15% نقص عليه. يبقى حد القيمة الأساس أو قيمة الكمال إنه ياخد 100%، بمعنى ولا مرة تأخر. لكن لو تأخر مرة هقول لا انت مش 100%، انت 100% ناقص 5% تأخرت، انت 95%. طب لو تأخر مرتين بتخصم على 2 في 5% 10%، يبقى ال 100% بدنا نقص منها 10%، اذا اداؤه 90% وليس اللي هو 100%. اذا كل مرة بتأخر فيها هخصم عليه 5%. بالنسبة لمعيار الجودة انا بدي احسب له نسبة الوحدات المرفوضة، قديش انا نسبة اللي أنا رفضتها لما سلمني البضاعة، قلت له لا يعني سلمني مثلا 300 وحدة، قلت له هذول 15 وحدات، هذول 15 ثلاجة، هذول بديش إياهم مخبطين بيشتغلوش فيهم عيب. بدي أحسب له النسبة هذه، كيف بنحسب النسبة بتاعت الوحدات المرفوضة؟
بحسبها كالآتي، بجيب عدد الوحدات اللي أنا سلمني إياهم وليكن مثلا 300، وبجيب قديش أنا رفضت رجعت له منها، فرضا 150 أنت رفضت منهم، إذا عدد الوحدات اللي أنا رفضتها 150 بقسمه على عدد الوحدات الكلية اللي هي 300، 150 على 300 ضرب بالمية عشان أحولها نسبة مئوية، بتطلع 50% عندي نسبة الرفض، تطلع 50% عندي نسبة الرفض. لو بدي أدي مثال تاني على افتراض مثلا إنه أنا مثلا 16 وحدة استلمت منه، تمام، أربع وحدات رفضتهم، يبقى أربع وحدات رفضتهم على 16 بيطلع قيمته 25% نسبة الوحدات المرفوضة. هذا كيف لو بدي أحسب نسبة الوحدات المرفوضة. ثالث معيار بدي أحاسبه عليه اللي هو السعر، بدي أشوف قديش أعطاني السعر. مثلا أعطاني سعر مثلا باعني الوحدة الواحدة ب 100 دينار، لقيت أنا وأنا بقيم لقيت إنه في كان مورد بيعطيني السعر مثلا أقل منه مثلا ب5%، إذا الاختلاف بينهم، تمام، هذا أعطاني ببيعني المورد الأسئلة اللي أنا أخذت منه باعني ب100 دينار، الثاني كان ممكن أشتري منه مثلا ما اشتريتش منه، كان ممكن أشتري من واحد في السعر أحسن منه أنقص منه ب5%، إذا ببيعني إياه ب95 دينار حق الثلاجة. يبقى على ضوء هذا الكلام بدي أشوف إيش وضعه، إنه كم درجة بده يأخذ المورد سين، على اعتبار إنه علامة النجاح عندي مثلا إن فط 80 حسبت له كل درجاته، إن جاب 80% فأعلى إذا هذا رجل كويس وحستمر في التعامل معه، إذا جابت الأقل من 80 إذا هذا رجل يجب أن يغير، بدنا يتم إيش تغييره. تعال نشوف مثال إيش بقول. بقول انه هذا الراجل المورد سين اول شيء فيما يتعلق في موعد التسليم، فيما يتعلق في موعد التسليم فهو قد تأخر، فيما يتعلق بموعد التسليم فهو ايش تأخر هذا المورد، تأخر في توريد 5 شحنات من اصل الشحنات التي ارسلها، يعني هو مرسل عدد من الشحنات 5 مرات تأخر، كل مرة بتأخر فيها قلنا بدنا نخصم عليه 5%، طب هذا تأخر 5 مرات يبقى بدي أخصم عليه 25%، تمام. تاني بند بالنسبة للجودة، بلغت نسبة الوحدات المرفوضة 12%، يبقى فيما يتعلق بالجودة هذا الرجل المورد سين عنده نسبة رفض 12%، وتعلمنا كيف حسبناها. طبعا ما اعطيناها في السؤال لكن هنتعلمنا كيف ممكن نحسبها. ثم المعيار الثالث اللي هو السعر، اللي هو هذا الرجل المورد اللي حصل كالآتي، انه كان يمكن للمنظمة ان تحصل على المادة او الصنف انها تشتريها، يعني نفس المادة ممكن اشتريها كمنظمة من واحد تاني بواقع 95% من السعر المدفوع، يعني لو كان انا دفعت للمورد سين هذا 100 دينار انا ممكن اخذ كنت اشتريها ب95% من ال 100 دينار، يعني 95% من ال 100 ضرب بال 100 يعني 95 دينار، يعني كنت انا قصدي اقول انه كنت قادر اشتريها بانقص 5%، بدل ما ادفع 100 دينار كاملات كنت بدفع 95% من ال 100 دينار، يعني 95% ضرب بال 100 دينار يبقى 95 دينار. الأهمية النسبية قال لك على الترتيب موعد التسليم أهميته 25 درجة، الجودة أهمية ترتب حسب أهميته، ما احنا ترتبنا الأهمية بالنسبة للزواج والله بالنسبة للتكميل الدراسة والله بالنسبة للعمل الشغل، هذه الجودة أهميتها هي الأهم ماخذ 50%، طبعا السعر ماخذ 25%، لازم تحسبهم مع بعض تجمع ال 25 مع ال 50 مع ال 25 لازم يكون 100 درجة، يعني لازم اوزع ال 100 درجه على البنود هذه الثلاثه، موزعهم هو 25 معطيها اهميه التسليم، 50% اهميه الجوده، 25% اهميه السعر. اعزائي الطلبه عشان نيجي نحل بنقول بالنسبه للتسليم للمورد سين، الحل المورد سين شو وضعه بالنسبه لبند التسليم وهو المعيار الاول، احنا بنقول كم درجه هذا كان عليه وزن 25 درجة، صح؟
بعد ما حطينا ال 25 درجة اللي هي الأوزان اللي كانت هام، شايفينها هذه؟ حطيناها أيوه، وحنحط بعدين 50 للجودة، وحنحط 25 للسعر. إذا بحط أول إشي اللي هو قديش قيمة التسليم كأهمية، 25 درجة. وقت حطيت ال 25 درجة تمام. بعدين فتحت قوس، بعدين فتحت قوس، قلت الحالة المثلى، لو هو الحالة المثلى عنده، يعني هو الحالة المثلى يكون ما اتأخر ولا مرة، الحالة المثلى 100% تمام. ناقص كم مرة اتأخر على أرض الواقع؟ اتأخر 5 مرات. الخمس مرات كل مرة بخصم 5%، يبقى 5 مرات في 5%، إذا 25%، يبقى أصبحت 100% ناقص 25%. تمام؟ لو بدك تكتبها بصيغة ثانية، هي 25 زي ما هي، بفتح القوس 100%، وإحنا حضراتكم عارفين 100% اللي هي لو أنا بدي أعملها قدامكم كمان مرة، بدي أقول اللي هو هي ال 25 اللي هو بتعود الوزن النسبي. هذا عبارة عن 100%، قلنا كثيرا انه 100 تقسيم 100، هي معنى 100%، طلع واحد، تطلع ايش؟ واحد، مزبوط. طيب وال 25% معروفة، ال 25 على 100، هيك معنى 25%. تمام؟ تمام، بدي احط بس قبلها ايش؟ اشارة اليساوي عشان يحسب اوتوماتيك. اذا هي 25%، الان بدي اقول له يساوي، بدك تقول الواحد ناقص ال 25%، اذا الواحد هذا ناقص اللي هو ال 25%، بده يطلع 75%. ال 75% هي ناتج اللي في القوس، مزبوط؟ لسه بدي اضربه في مين؟ في 25. اذا بدي اقول يساوي ال 25% اللي هي الوزن، اضربها في حاصل اللي هو ال 100% ناقص ال 25%، حيطلع عندك 18.75 درجة. إذا هو أخذ لم في بند موعد التسليم لم 18.75، هاي اللمهم. طيب لو هو يعني ما تأخرش ولا مرة، كيف بكون الحال؟ لو هو ما تأخرش ولا مرة، حيكون الوزن 25 تمام، حيكون الحالة المثلى 100% زي ما فهمتكم، حيكون اللي هو ولا مرة، ولا مرة يعني 0 ضرب 5%، ولا مرة، فهو 0 مرة ضرب 5% كل مرة أخرى يبقى 0، يبقى هنحط أنا إيش؟ 0. لما تيجي تقول هنا أعطيني ناتج القوس اللي هو 1 ناقص 0، حيطلع 1. هتقول له هي 1 ناقص اللي هو 0، حيطلع 1. بضل علي إيش أسوي؟ أضرب ال 25% اللي هو الوزن ضرب نتيجة إيش؟ حاصل إيش؟ عملية القوس اللي هو قديش اللي هو الوزن، بيطلع 25 درجة. هذا لو إنه إيش؟ ما تأخرش ولا مرة. طيب لو انه تاخر كل مره، انا بديكم امس عشان تفهموا اكثر. لو تاخر كل مره، طيب انا عندي 25 الوزن ماليش دعوه فيها، والحاله المثلى يكون 100% يعني 1. طب اتاخر كل مره، كل مره اتاخرها يبقى 100% عنده ايش؟ خسر، لانه هو كل مره قاعد بتاخر. افترض انهم مثلا 20 مره، ال 20 مرة ضرب 5% يبقى في 100% كائن متأخر، ما دام 100% يبقى 1. لما انا اجي اقول له اعمل لي اللي في القوس اللي هو هيها 100% ناقص 100%، حيطلع 0، بمعنى الواحد اللي هو يعني 100% ناقص اللي هو ال 100% اللي هان حيطلع 0. لما اجي اضرب اللي هو ال 25 الوزن ضرب حاصل ضرب نتيجة القوس اللي طلعت 0، يعني ضرب 0، حيطلع 0. يبقى كم درجة حصل من 25 لو تأخر كل مرة؟ أخذ 0، تأخر كل المرات يبقى هو 0 درجة. طيب ننسى هذا اعتبار أنها مش موجودة، نشوف اللي فوق، اعتبر أنه هذا الرجل مثالي ولا مرة تأخر، زلمة دغري خالص، مدام ولا مرة تأخر يبقى هو هياخد 25 نقطة من 25 نقطة، ولا ضيع ولا علامة. لكن هذه مش حالتنا برضه، بس أنا علمتكم كيف لو كانت الحالة الواقعية أنه هو تأخر 5 مرات. لما تأخر 5 مرات يبقى قلنا 5 مرات ضرب كل مرة 5% تمام، طلعوا قديش؟ هم هذول 25% اللي فوق، هذا نحسب لك كمان مرة قدامكم 25. الآن بدي أقول بين قوسين 1 ناقص ال 25% بده يطلع 75%. ال 75% بدي أضربها في مين؟ في الوزن تاعها اللي هو 25%، بيطلع 18.75 درجة. يبقى هو أخذ 75 درجة من باقي من موعد أو بالنسبة لبند التسليم. تعال نقيم الجودة. يعني لو أنت عملت هيك وعملت إدراج اللي هو عمود وسميت هذا بند التسليم عشان أنت تعرف إيش بتسوي، هذا بند التسليم
حصلنا منه كمورد سين، حصل منه المورد التسليم، حصل منه هذا المورد على 18.75 نقطة. طب ايش بالنسبة للجودة؟ هاي الجودة. طيب اكم وزنها النسبي؟ لو فاكرين كان وزنها 50 درجة. 50 درجة نتكلم قاعدين في الجودة، هاينا بالنسبة للجودة 50 درجة وزنها النسبي. ايش الحالة المثالية؟ انه يكون 100%، وقلنا تساوي 100% يعني واحد. تمام، يعني ايه يعني واحد؟ تمام. الان نيجي نشوف هو قديش ضيع على حاله. هو عنده مرفوض وحدات مرفوضة 12%، اعطاني اياها في السؤال 12%. اذا بدي احط اكتب 12%، يا بكتبها ال 12 تقسيم ال 100 كويس تطلع معايا 12%، يا على طول 12% كنا عارفين كيف نكتبها من غير ما اعمل العملية البسيطة هذه. الان ضايل علي هذا وهذا، انقصهم من بعض، اقول الواحد ناقص 12% ثم اضربه في الخمسين. يعني هقول له يا واحد نقص ال 12% بده يطلع زي 88%. 88% بدي اقول ال 88% هذول ضرب مين؟ ال 50 وزن النسبي بتاعت الجوده، بيطلع اخذ 44 درجه. اخذ قديش؟ 44 درجه. ضل علي بند السعر، ضل علي بند تقييم السعر. هي السعر، هي ايش؟ هي السعر. السعر قديش وزنه النسبي؟ قال لي في السؤال قال لي 25 درجة، وبدليل انه هي احنا قلنا الاوزان لازم يكون كلها على بعض 100 درجة، لو جمعتهم مع بعض عشان تتأكد هتلاقيهم فعلا هم 100 درجة. تمام. طيب الحالة المثلى اللي هي واحد يعني ولا غلطة. طب هو على ارض الواقع كان بيقدر يشتري من واحد ب 95% من ايه؟ من السعر اللي اشترى فيه على ارض الواقع. هو اشترى ب 100 دينار، يبقى هو 95 ايش؟ في المية. يعني بمعنى بدي اقسم هيك ال 95 هدول بدي اقسمهم على السعر اللي هو كان بيقدر اللي كان اشترى فيه. ال 95 هذا السعر اللي كان ممكن في واحد انا لو اشتريت منه كان باعني ب 95، لكن انا للاسف ما اشتريتش منه. لا اشتريت من ابو مين؟ المورد سين. المورد سين عرض علي السعر ب 100، لكن في واحد اقل منه لانه ب 95% من سعره ببيع. تمام، يبقى 95 اللي هو في المية بتطلع معنا. الان انا هقول ال 95% هذه بدي اضربها في مين؟ في ال 25 بتاعوت الوزن، بيطلع هو حصل على 23.5 درجة. اذا هو هان لو بدي اعيد على نفس النسق بدي اقول هو عبارة عن تساوي، هو السعر اللي انا كنت ممكن اخده كان 95 من ايه؟ من اصل اللي انا اشتريت فيه، اشتريت ب 100 دينار، يبقى 95 على 100 95. الان بدي اقول انا شاري ب 95% منه هذا الراجل، يبقى بدي اقول هذا الرقم بدي اضربه في الوزن النسبي بده يطلع عندي 23 درجه. الان مجموع الدرجات هذول هي الحاصل الكلي او الاجمالي تاع المورد سين، 18.75 درجه على التسليم، 44 درجة على الجودة، 23.75 على الأسعار. بدي أعمل أنا سميشن للثلاث قيم، بيطلع ميخد عندي كله على بعضه 86.5 درجة، اللي هي قدامكم هنا 86.5 إيش درجة. الآن لو الشركة حاطة مثلا قالت لك اللي بياخد 80 فأعلى هذا بدها تعامل معاه صحتين، إذا هذا بكون نفذ وبكون من ضمن الناس اللي خلص يعني إيش اللي بتمشي الحكايه معاهم، لانه يعني ايش فط المعيار او الحد الادنى اللي احنا حددناه. فط المعيار او الحد الادنى اللي احنا حددناه هيو جاب 86.5 درجه. يمكن لو جاب اقل من هيك، مثلا جاب مثلا 76، احنا حاطين 80 هو اقل من ال 80، اذا هذا بنشطب عليه وبنقول هذا بدناش نتعامل عليه لاحقا. يبقى هاي الطريقه الاولى اللي بنسميها طريقه اللي هو الحساب بالكميه. تمام، لأقيم المورد. الآن تعال نشوف الطريقة الثانية اللي هي طريقة نسبة الكلفة. الطريقة الثانية اسمها طريقة نسبة الكلفة. إيش كيف بدي أشتغلها أو إيش مضمونها؟ هذه ولا في أبسط منها. أنا بجمع التكاليف اللي أنا تحملتها لما اشتريت الطلبية من أول ما أصدرت أمر التوريد لغاية ما استلمت البضاعة تاعتي وخزنتها. إيش كلفني؟ كلفني مثلا 700 دينار. حلو جدا.
كويس، بدي اقسمها على اجمالي قيمه الطلبيه كلها، بدي يطلع عندي ايش نسبه. هل قلت هذه النسبه كل ما بترتفع النسبه هذه بالنسبه لقيمه الطلبيه بكون المورد مش نافع، كل ما ترتفع نسبه الكلفه بكون المورد مش نافع، وكل ما تقل النسبه تاعت الكلفه هذه بكون المورد كويس. تمام، نعطي مثال توضيحي، نعطي مثال توضيحي. الان افرض ان شركه ما تتعامل مع موردين، الموردين اثنين، واحد سيد اسمه، واحد اسمه ايش؟ صاد، واحد سيد وواحد صاد، اذا عندي اثنين سالم وصالح. ليش تتعامل معاهم؟ من اجل توريد احتياجاتها من ماده اوليه، هذه الماده الاوليه بتدخل في تصنيع، يعني في كماده خام بتصنع من خلالها سلعه معينه، ولتكن شامبو مثلا. لكن عشان تصنع الشامبو، هذه السلعه الشامبو، بدها ايش؟ مادة خام، هذه المادة خام تشتريها من سين ومن صاد. حكيت في نهاية العام بعد ما خلصت يعني عملية الشراء منهم من الموردين، بتقول لك أنا يا عم أنا في آخر السنة بدي أقيم أداء هؤلاء الموردين اللي هم سين وصاد عشان العام اللي جاي في عام 2021 بدي أعرف أتعامل مع مين فيهم ومين اللي أخليه ومين اللي أقول له الله يسهل عليك بديش أتعامل معك. طبعا الكلام بيجيش الا بالحسابات عشان بالمنطق. فتريد ان تختار في ظل المعلومات عنهم، المعلومات انه كلفها كلفة اتصال بالهاتف وهي بتتم الصفقة مع المورد سين 100 دينار، وكلفهم وهي بتتصل في صاد هات يلا جبت ما جبتش 120 دينار، فاكسات وما فاكسات المورد سين كلفهم 100 دينار خلال العام، هذا خلي كلفهم 180. كلفة التأمين 500 دينار وهان 300 دينار، كلفة النقل 1500 دينار هنا 1000 دينار، كلفة إدارية 100 دينار لمورد سين وهنا 150 مع المورد صاد، كلفة الفحص 200 وهذا كلفة الفحص 250. هيك من هان لهان انتهت العملية، من حوض ما أصدر اللي هو أمر التوريد لغاية ما استلم مفحص وحط في مخازنه، هذه هي الكلف من هان لهان اللي تكلفها. لقيت قيمة الطلبيات الشراء خلال العام 20,000 دينار. إذا قيمة طلبيات الشراء خلال العام لهذه الشركة أو المنظمة 20,000. هي طبعا في حالة سين أو في حالة صاد هي نفس القيمة. هذا البند الأخير هو قيمة الطلبيات الشراء خلال العام لهذه المؤسسة، بدي أعلمها بلون شوية يكون مميز. فاتح نقول مثلا الداكن هذا شوي ونعطيها بولد ونكبرها شوية هيك عشان توضح. طيب اذا كيف بدنا نحسب؟ ولا في ابسط منها. شايفين الكلفات تاعت المورد سين، يعني بدي اخذ المورد سين هيك واخذ كلفه من عند 1 2 3 تأمين 4 نقل 5 ادارية 6 فحص، 6 كلف بدي اخذها هيك واروح على برنامج الاكسل على سبيل المثال. بس ايش بدي اسوي؟ بدي امسح السابق اللي اشتغلنا عليه. لو مسحت انت هدول ثم وضعت اللي هو القيم تاعوت المورد سين اللي حكينا عنهم وجيت هان، بس بدي ازغر الخط شوية، هذا العمود بلزمناش، ممكن اقول حذف، ممكن ازغر الخط شوية عشان بس الشاشة توضح امامكم. لو جينا على الخط وقلنا له شوية زغر لي اياه بس شوية صغيرة كمان اللي هو مكفي. هاي المورد سين وهي الكلف الستة اللي كلفتها المنظمة من أول ما أصدرت أمر التوريد ولما استلمت البضاعة وفحصت وخزنت. كديش كلف المنظمة وهي تتعامل مع سين مع المورد سين؟ كلفها 2500 دينار. حاجة أقول 2500 دينار هذه بدي أقسمها على قيمة طلبيات الشراء خلال العام. كديش كانت قيمة طلبيات الشراء خلال العام؟ 20,000 دينار اللي شفناها هينها، شايفينها؟ حعمل أنت حيطلع الجواب، هذا بيطلع اللي هو ايه الجواب هيك عشان تطلعوا على شكل نسبة مئوية. بعد ما تعمل عملية القسمة اللي هو 2500 دينار تقسيم ال 20,000 دينار عشان تطلعها على شكل نسبة مئوية اضرب في 100، خلاص ضربنا طلعت 12.5%. يبقى المورد سين، لو انتم شايفين معاي المورد سين ايش؟ 12.5%. احنا قلنا كل ما بتزيد النسبة هذه كل ما هو مش كويس في حق المورد، المورد الاقل هو الافضل. الان دايل علينا نجيب المورد مين؟ صاد. فهروح اخذ كلفه من عند الكلف الستة هذول من عند الفحص لعند ايش؟ الاتصال بالهاتف، واسمه المورد صاد،
وبدي ارجع احطه جنب اخوه واحط الكلف اللي تكلفها بنفس الاليه واقول تعال نشوف المورد صاد، تعال نجمع كلف المورد صاد، لو جمعتوهم حيطلع قديش؟ 2000 دينار. حيقول ال 2000 دينار هذول نحطها في قوس 2000 دينار ونقول له تقسيم ال 20,000 اللي هي قيمه طلبيات الشراء خلال العام اللي عملتها الشركه على 20,000 دينار، واسكر القوس وعشان احولها لنسبه مئويه يطلع لي رقم بضرب في ايه؟ في 100 ونعمل انتر بيطلع 10%. يبقى المورد سين كانت نسبة الكلف بالنسبة لقيمة الطلبيات 12.5%، بالنسبة للمورد صاد قيمة اللي هو الكلف بالنسبة لقيمة طلبيات الشراء خلال العام 13%. معنى الكلام الأقل هو الأفضل إلي. إذا المورد صاد لو بدي أقيم مين أفضل أو أكمل معاه، لا بلاقي المورد مين اللي هو صاد هو الأفضل. وهذا كمان مرة قعدت الحل، جمعنا الكلف يدوية كانت 100 زائد 100 زائد 500، لو قلنا 100 و100 200 و500 700 700 و1500 2200 2200 و100 2300 وعندك كمان 200 هي 2500. ال 2500 تقسم على ال 20,000 واضرب في 100 بتطلع 12.5 اللي انتم شفتوها حضراتكم الان، وهي عليها هيها ايه؟ اللي هو عليها الكيرسر وجاهزه امامكم تشوفوها الان. طيب وهي تحتيها خط يا سيدي. الآن المورد صاد جمعنا الكلف 120 ل 180 هي 300 هي 400 ولا 300 300 لأنه 20 ل 100 200 300 هذول 300 هيك 300 120 زائد 180 طب هي 300 زائد 300 هان قديش صارت؟ ها هي 600 600 و1000 1600 1600 وعندك 150 1750 250 1750 و250 هي 2000 اللي هم طلعوا. ال 2000 هذول بدي اقسمهم برضو على قيمه طلبيات الشراء خلال العام واللي هي قيمتها 20,000 لهذه الشركه، وضربتها في 100 عشان احولها لنسبه مئويه طلعت 10% وهي تحتيها الخط. يبقى واضح انه هذا نسبته اقل واحنا بندور على النسبه الاقل. اذا حسب المثال اللي احنا اعطيناه يفضل التعامل مع المورد صاد لان قيمه نسبه الكلف كانت هي الاقل. كانت هي ايش؟ الاقل. الآن نأتي إلى موضوع آخر اسمه دعم العلاقات مع الموردين. لا يخفى على حضراتكم أنه عملية تقويم الموردين اللي احنا عملناها قبل شوي عن طريق المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب والتعامل معاه بتوجب تمام عشان التعامل معاه تمام، مش بتقفش عند هذا الحد، بمعنى تقف عند مش هذا الحد، إنما تستوجب منك دعم التعامل مع المورد وإيجاد التعاون والثقة بينك وبينه تمام، ممثلة طبعا اللي بيحتك معاه في المنظمة هو إدارة المشتريات اللي تولد الثقة والتعاون والمحبة والعلاقة الطيبة المستمرة لتضمن استمرار تعامل هذا المورد الكويس معك. هاي قلت لك بخاصة، هاي خاصة إذا كان هذا الرجل كويس، إذا كان هذا المورد مصدر توريد جيد ومناسب، وبالتالي إيجاد العلاقة الطيبة والحسنة مع الموردين يضمن للمنشأة إنه هذا المورد إيش يكون في عنده انتماء وولاء، وكلمة الولاء إنه ما بيسبكاش ما بيسبكاش، وبالعكس بيصبح كأنه محطة إعلانات في صالحك، يقول يا الله ما أحسن هالمؤسسة، يا الله المشتريات فيها إيش ملتزمة، يعني يكون وكأنه يعني إيد معك وليس عليك. إذا تضمن ولائهم في المستقبل تمام، ولما تضمن ولائهم معناته هتضمن أنهم يوردوا لك احتياجاتك تمام كمنظمة كمان بأفضل الشروط وزي ما أنتوا اتفقتوا أو وفقا للمتفق عليه. إذا مش بس معايير تقييم الموردين اللي احنا قلناهم اللي هو واللي تعلمناهم، بل تمتد تمام الى ان نقول ان احد المعايير التي يمكن بواسطتها الحكم على كفاءة ادارة المشتريات، نقول هل ادارة المشتريات اللي عندنا كويسة وكفوء او شاطرة، قديش بتقدر تبني جسور من العلاقات الحسنة والطيبة مع الموردين، قديش بتعمل تعاون وثقة، قديش بتخلق ولاء من المورد اتجاه المنظمة تاعتهم اللي فيها إدارة المشتريات
بقدر اقول انه والله اداء اداره المشتريات عندنا في الشركه اداء عالي وممتاز يستحق مكافآت عليه. اذا من اهم الامور اللي لازم اداره المشتريات اطرعيها عشان تحقق هذا الولاء وعشان تكون عندها كفاءه، تمام؟ اولا الصراحه والوضوح الكاملين في العلاقات مع الموردين. لازم تكون الصراحه اللي بيننا، نشتغل على ميه بيضاء وفي وضوح كامل بيننا وبينه، فتكون العلاقه سليمه. العلاقه المبنيه على اللي هو عدم الوضوح والغموض، وهذا يعني مصيرها الفشل. لكن التي تكون مبنيه على الصراحه والوضوح من البدايه تستمر الى ابعد ما يمكن ان تتخيل. اثنين، الفهم المتبادل للظروف الخاصة بكل طرف. يعني لازم أتفهم مثلا المشتري الآن مثلا شوية معسر، الحالة شوية تجارية ركود، شوية مثلا محتاج خصومات، شوية مثلا ممكن أأجل له مثلا من غير ما أغرمه. إذا لازم، وكذلك المشتري لازم يتفهم بعض ظروف المورد، تمام؟ ثم الثقة المتبادلة بينهم، تمام؟ الثقة المتبادلة حتى تصبح سلوك وليس ألفاظ. ثم الاتصال المستمر بين الطرفين، الاتصال والتواصل الحقيقي بين الطرفين وليس مجرد مجاملات، اتصال حقيقي. كل من هذا الاتصال يسعى الى اللي هو الاطمئنان على مصلحة الآخر، ثم تبادل المصالح بين الطرفين. وقلنا هذا أمر مهم وفي غاية الأهمية. يعني باختصاره انه إقامة العلاقة الطيبة مع المورد وانك تدعمها بالثقة وبكل ما حكينا قبل شوي، تمام؟ يعني لا يعني انك تفهم من كلامي انه خلص بدي اضلني استمر معاه في التعامل، تمام؟ مش هذا اللي انا بعنيه، تمام؟ بتعرف انه الحياة بشكل عام فيها تغير سريع في النواحي الفنية للانتاج، اذا كنا على مستوى الصناعة، تغيرات في مجال المواد الاولية، بيخترعوا ناس اللي هو مواد اولية جديدة اكثر كفاءة، بصير مثلا اللي هو مواد بديلة، قد يظهر موردين جدد في السوق ممكن يقدم لك عروض افضل من المورد هذا، تمام، اللي كنت بتتعامل معاه، تمام. اذا الامر مش انه انا ببعنا انه انا يعني انك تكون تبني الثقه والتعامل الصادق والصراحه، انه انا خلاص هو يكون كتب عليك انه لازم اضلني طول حياتي اتعامل معاه. لا، في تغيرات بتصير في السوق، اذا هو مواكب هذه التغيرات صحتين وملتزم وكذا، بس اذا في مش مواكب وظهر مثلا واحد مورد بيعرض الصنف بجوده اعلى وبنفس السعر، لا والله بديش اتعامل معاه. إذا بيعرض الصنف مثلا اللي هو بجودة أعلى وبسعر أقل، تمام، وبالتزام أكبر وفي ضوء اللي هو التجديد اللي بيصير في البيئة والتغيرات السريعة، إذا ممكن أنا أتعامل مع هذا الجديد، تمام. إذا اللي أنا قصدي أقوله، لا تفهم من كلمة إقامة علاقة، أنا بقيم علاقات طيبة طوال فترة علاقتي مع المورد. يكون أساس الصراحة والثقة ورعاية أتفهم مصلحته ومصلحته والاتصال المستمر، تمام. لكن يفضل انك اذا لقيت الاحسن منه وهو مش ما واكب التغير اللي بيصير في الدنيا، اذا يفضل انك تتعامل مع الموردين اللي انت لقيتهم كاداره مشتريات في صالحك، لانه في الاخير انت تشتغل لصالح المؤسسه او المنظمه، مع اعلامه. مش عيب تقول له لو انت تشتغل بشكل يعني حرفي ومهني عالي، انه والله انا في هذه الفتره مضطر مثلا ان هو اتعامل مع المورد الفلاني اللي مش انت، يعني مورد غيرك، لانه هذا في مصلحه المنشاه، حيث انه مثلا بيجيب اصناف جديده انت مش قادر تجيبها، او بقدم سعر احنا حاولنا نتفاوض معاك وقلنا لك وانت ما رضيتش، او مثلا بيعمل، اذا الى اخره. اعلامه بهذا الشيء يعني صراحه بكون برضه نوع من الصراحه، وحتى يعني لو زعل شويه برضه بيحترمك، لانه انت يعني حكيت بصراحه وشفافيه، وهو متفهم المفروض انه انت تعمل مش لصالح دارك، انت تعمل لصالح مؤسسه بتعمل فيها، ومن باب الامانه ان تبحث اداره المشتريات عن افضل الموردين في كل الجوانب اللي احنا تعلمناها واللي مستقيم الايش؟ الموردين. اعزائي الطلبه والطالبات، الان اخر موضوع في هذا الفصل
بيتعرض لموضوع الشراء من الخارج، يعني من دول خارج الدولة اللي احنا بنشتغل فيها. اولا بطمنك انه لا تختلف عملية الشراء الخارجي عن عملية الشراء محليا، تمام، من جميع النواحي سواء الفنية او الاجرائية. يبقى هي نفس الاجراءات اللي احنا تعلمناها الفنية والاجرائية واللي شرحناها طوال اللي هو الوحدات والفصول اللي احنا نوناها السبع في المسرح، تمام. اللي بيختلف الوحيد اللي هو الناحية ايش البعد الجغرافي، يعني اللي بيختلف في كل قصتنا اللي هو ما بين الشراء من الداخل او الشراء الخارجي هو ايه البعد الجغرافي، وهنا حطيت عليه يعني خط، تمام. كيف بيختلف؟ انت تتكلم في بعد جغرافي، تتكلم عن كلفة شحن ونقل تختلف، تتكلم عن التأمين. تعرف لما بجيب أنا باخرة من عرض البحر تكون عرضة للسرقة، للقرصنة، للتلف، لتعرض لجو الملح، هذا الجو إنها تغرق لا سمح الله إلى آخره من الاحتمالات، إنها إيه طوال فترة الشحن، طب هذا على مين، تمام. خصوصا كمان بالذات البواخر، خصوصا كمان البواخر لما تأخذ فترة النقل هذه أو الشحن فترة زمنية طويلة، تمام تمام. طبعا لما يكون النقل بالطائرات بتعرف صحيح هو يعني من منطق لغير، لكن الطيارة فيها خاصية السرعة، بس برضو الطيارة ما بتقدرش تنقل اللي هو مواد ثقيلة، يعني إلى حسابات، يعني ممكن الطيارة تنقل أوزان معينة أو نقول عنها مواد خفيفة، تمام. إذا هذا كله من ضمن اللي هو الجيات، يعني من ضمن اللي هو محاذير البعد الجغرافي، من ضمن الأشياء اللي احنا بنحسب ألف حساب إلها، لأنه في تباعد في الجغرافيا بيني وبين الشراء من الخارج، تمام. ضيف الى ذلك التعريفات الجمركيه، رسوم الجمرك والضريبه اللي بتكون عشان تعدي بضاعه من دوله لدوله، تمام، كلها في النهايه، تمام، تجعل كلفه الشراء من الخارج اعلى بشكل عام، يعني اعلى من الشراء من الداخل، تمام. اذا فهمنا قصه انه الشراء الداخلي والخارجي كاجراءات واحده، ولكن تختلف ايش في البعد الجغرافي، وشرحنا فيها هذه. طيب ايهما افضل الان على ضوء ما قلت يا دكتور، اشتري من اللي يعني محليا ام الشراء الخارجي الدولي؟ كاي شيء في الدنيا انا بجيب اللي هو الشراء الخارجي وبجيب الشراء مين المحلي او الداخلي، وبعمل مقارنه بين الميزات التي يقدمها المورد الخارجي، وبعمل مقارنة بين الميزات التي يقدمها المورد الداخلي، تمام تمام. وكذلك المساوئ والمساوئ اللي هان والمساوئ اللي هان، العيوب اللي هان والعيوب وبوزن اللي والله إذا كان الشراء الخارجي هو اللي تكلفته أقل وأفيد لي من كل النواحي، إذن بتعامل مع الخارج. لقيت والله الداخلي بسد وتكلفته اقل وما فيش فرق وكذا، بالعكس اسرع مثلا في النقل، اقل خطوره، ضمان اكثر، اذا بتعامل بوزن هان مزايا وعيوب، وبوزن مزايا وعيوب الثاني، وعلى ضوء المزايا والعيوب برجح على مين ارسي ومع مين اتعامل في عمليه الشراء. برضو انا كمان بدي كمان اللي هو ما تنساش امر راسي عشان الحقيقة، يعني انه المورد الداخلي له ميزة، تمام، وميزة مش قليلة يعني مهمة جدا، وهي قرب الموقع الجغرافي، وهذا على عكس اللي هو المورد الخارجي، والموقع الجغرافي القريب، تمام، له آثار وانعكاسات على كلفة الشراء، وهذا كلام مر معاك ومش مروج، تمام، لانه قرب الموقع الجغرافي للمورد الداخلي عشان بس نتذكر يعني سرعة في الاتصال معه، يعني سرعة في التسليم للطلبيات، يعني كلفة النقل والشحن أقل سعر وأقل مخاطرة، يعني تمام. هذه ميزات إيش؟ ميزات المورد الداخلي، تمام. طيب لكن أحيانا الظروف برضه عشان نكون منطقيين، أحيانا الظروف بتقول لك أنت مجبر أنك إيش تشتغل أو تأخذ من أو تشتري من المورد ايه، تشتري من المورد الخارجي. زي ايش الظروف؟ المادة اللي بدي اياها منعدمة مش موجودة في السوق المحلي، طب ايش اعمل؟ مش موجودة، تمام. اذا هناك ظروف،
بتحتم على الواحد. هناك ميزات للشراء الداخلي وهناك او المحلي، وهناك ميزات للشراء من الخارج. على كل الاحوال اللي هو الاختيار المفاضله بين الشرائين الداخلي والخارجي بيعتمد على ميزات كل منه وعيوبه، بيعتمد ايضا على ظروف المنظمه. تمام، كل منظمه حسب شغلها وحسب الصناعه التي تنتمي اليها تختلف من الى منظمه الى اخرى، وحسب المعايير اللي هي حطاها بدنا فاضل ونعرف ايهما افضل. اذا ما فيش جواب شافي ايهما افضل، هذا المعنى العام، انما حسب ظروف المنظمه وحسب اللي هو الميزات تاعت هذا وهذا، وانا علي افاضل واقارن مع ظروفي ثم اقرر مع ايهما اتعامل. وطبعا مش كل مره، ربما المره هذه من الخارج، ربما المره الثانيه والثالثه من الداخل، بقول لك حسب ظروف المنظمه ومزايا كل منهم. بيبقى عندي لنهايه الفصل السابع اللي هو مصادر الشراء، اختيار مصادر الشراء، اللي هو المصطلحات الانجليزيه purchasing معناها شراء، sources مصادر، evaluation تقييم. اذا purchasing sources evaluation تقييم مصادر التوريد. Diversification اللي هو الاختلاف والتنوع، of purchases اللي هو للشراء، اذا تنوع مصادر الشراء. Diversification of purchases sources مثلا اللي هو ايش؟ تنوع مصادر الشراء. كتالوج، الكل بيقول الكتالوج، اشوف الكتالوج اللي هو الدليل، اذا كتالوج هو الدليل. Right source اللي هو مصدر التوريد الافضل او المناسب. Right جاي ايه؟ Right يعني جوابك صح ولا غلط، بقول لك رايت يو ار، انت صح. يبقى الرايت سورس اللي هو المصدر التوريد الممتاز او اللي يعني المناسب. ايفالويشن ستاندردز، قلنا ستاندردز معناها معايير، ايفالويشن معناها تقييم، بصير ايفالويشن ستاندردز معايير التقييم. باينج ايجنت، ايجنت معناها وكيل، وايجنتس معناها وكلاء، وباينج شراء، يبقى باينج ايجنت وكيل الشراء. بتضل الاخيره sources specification، specification معناها مواصفات، وsources مصادر، اذا مواصفات مصادر اللي هو ايه؟ التوريد. مواصفات مصادر التوريد. الى هذا الحد اعزائي الطلبه نكون قد يعني اختتمنا اللي هو الفصل اللي هو السابع، واترككم مع سؤال بمثابه يعني واجب. عرف ما هو المقصود بدعم العلاقة مع المورد، واذكر أربع من العوامل التي يمكن أن تدعم العلاقة مع الموردين، واذكر أربع عوامل من الممكن أن تدعم العلاقة مع الموردين. وفي نهاية هذا الفصل أدعو لكم بالتوفيق ومزيدا من المثابرة، وأتمنى اللي هو لشعبنا السلامة، وأتمنى لجامعة الإسراء كل التوفيق على هذه المبادرة اللي هي مبادرة اللي هو التعليم الإلكتروني، فلهم منا جزيل الشكر ولكم منا كل الدعاوى بالنجاح والتوفيق والسلامة ولذويكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.